تمام تمام يا معلم. عدوا مش هوصيك، اديك عرفت عنوان البيت. ماشي، سلام عليكم. الف سلامة. ما اتفقناش يا خليل. قدر انت يا عبدو. يعني انا طالع من ذمتي 30 جنيه. شويه يا عبدو، ده انا شايلهم من مكانهم ب 28. على كلامك كده ما يجيش حق التعب بس بتاع الطلوع والنزول. بقول لك ايه، انا قلت كلمتي، عاجبك عاجبك، مش عاجبك خلي بضاعتك على عربيتك وربنا يبارك لك فيها. طب زود 3 جنيه. بقول لك ايه، انا الحمد لله البضاعه جوه عندي زياده. ما تدقش يا عبد، خليهم 32. لا اله الا الله يا عم، ما تعطلنيش ورايا شغل. انت ما كنتش كده الاول، ايه اللي جرالك؟ كنت لسه غشيم وبتعلم. طب هات جنيه زياده. بقول لك ايه، انا مش هديك غير 30 جنيه اهم. ها موافق ولا؟ هات يا عم. يلا، ما انت ما بقاش حد يعرف يغلبك. تشيل بقى يا عبده. لا لا، دي تقيله عليك دي. لا لا لا، دي انا اللي اشيلها. لا ورب. لا لا ورب. استني استني، اديك حاجه يا أخير. راجل. لا لا، استني بس حاجه، خدي دي. لا لا، دي تقيله عليك برضه. استني خدي دي. لا دي تقيله عليك برضه، خدي دي. لا هو كتفك هذا. شيلي معايا بقى. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا عبد. انا عدم مؤاخذه، لقطت لك الكام حته دول لما لقيت الصنف بتاعهم موجود جوه في المخزن. فيك الخير يا عبدو. ودول حسابهم كام؟ حساب ايه يا حاج؟ وانا معقوله بنت ايدي ليك برضه؟ ليه؟ تسريرهم؟ ايه؟ انت تعرف عني كده يا حاج؟ خلاص، يبقى لازم تاخد حق. ولا انت هتبعش عليا يا حاج؟ استغفر الله يا حاج، ده انا لحم اكتفي من خيرك. دول عدم المؤاخذة تمنهم 45 جنيه و20 قرش. خلاص، يبقوا بمشالهم 50 جنيه و40 قرش. لا لا، ده كتير كتير يا حاج، كتير. كفايه 50 جنيه بجد، كفايه كتير والله. اخلص. ربنا ما يحرمنيش من كرمك، ربنا ما يحرمنيش من كرمك، الله يخليك.